فأخذت القرار 1997 إن أنا فعلا أعمل شركتي الخاصة، وكانت أول شركة عملتها اسمها دلتا فارما الأدوية. وكان رأس مالها كام؟ وكانت بتشتغل في إيه؟ يعني هتتخض شوية لما أقول لك رأس المال. أنا وزملائي اللي بدأنا الفكرة ما كانش عندنا فلوس، ما احنا اتفقنا موظفين كويسين بناخد مرتبات تعيشين منها كويس، لكن ما فيش كمية فلوس نركنها على جنب كده، ما فيش مساندة من الوالد خالص. ما فيش الوالد كان ربنا يديله الصحة ضابط قوات جوية، وكأي ضابط قوات جوية أو قوات مسلحة يعني خلاص عرفنا الوضع مبسوط والدنيا تمام، بس تقدريش تقولي عندنا مبلغ كده نركنه للاستثمارات. طبعا استثمارات صناعة الأدوية استثمارات ضخمة كبيرة. بس هو التحدي الأصعب إن في 13 شريك مظبوط، يعني بيشتركوا مع حضرتك في القرار، ده صحيح، في الرؤية، في أي قرار إداري تنفيذي. ده صحيح. هم طبعا دي اسمها الجمعية العمومية، ولكن إحنا كمجلس إدارة بالعددنا أقل طبعا من كده، والمجلس مشكورا رأى فيا إن أنا يعني أكون قائد لهذه المسيرة، وكان معايا زميلي الدكتور حسين عبد رحمة الله عليه، فأدرنا هذا العمل بشكل جيد الحمد لله. ورحنا بنك من بنوك الوطنية الجميلة بنك مصر، أخذنا منه 5 مليون جنيه على الخمسة الموجودين، عندنا 5 و5 بقى عندنا 10، قفلنا الباب وتوكلنا على الله. بدأنا فعلا مصنعنا بخط إنتاج واحد، لكن ركزنا في منتجاتنا اللي بنطلعها، ركزنا قوي، وخلينا كل منتج بنطلعه مختلف تماما. اخترت منتج إيه إن حضرتك تصنعه في مصر؟ يمكن أول منتج عملته كان سوق مصر كله بيعرفه وبيشهده، مفيش بيت في مصر ما استعملوش، اسمه دولفين لبوسات. دولفين ده لبوس فخر الحرارة، لسه بنستخدمه مازال حتى الآن. وعملت منه بقى عائلة دولفين الحقيقة بكل أشكالها، وده ما شاء الله لا قدر بالله المنتج رقم واحد في مصر النهاردة خافض الحرارة في هذا المجال اللي خاص باللبوسات. فالمنتج ده كانت شجعنا تشجيع كويس قوي إن إحنا الحمد لله على الرايت تراك، على الخط المظبوط، ودانا الحماس والعزيمة إن إحنا نكمل. أيوة بس هنا دكتور يعني مش عايزة أفوت النوهاو. نعم. هو أغلى صحيح. حاجة في صناعة الأدوية، ده صحيح، وبتمتلكه الشركات العالمية، ومش بسهولة إنها تتنازل عنه لدول مش لأشخاص شكرا. موجودين في الصناعة. ده صحيح، ده صحيح. هي بقى إيه؟ ده العلم. ما أنت اتفقنا إن كملت علم وخبرة، فلما العلم ينطبق مع الخبرة يدوا دايما ما يسمى بحق المعرفة أو النوها. فحطينا في المنتج ده نوها، وفي مادة معينة حطيناها جواها بتزود معدل امتصاص المادة الفعالة منه. فالبيبي في خلال 20-25 دقيقة بينزل حرارته تماما، وده اللي خلى السوق المصري كله يتكلم عن هذا الأطفال بيستخدم المنتج. لذلك لما عملنا المنتج ده كان بريك ثرو صحيح يعني، ومازال حتى الآن رقم واحد، ومازال حتى الآن نوها. في كل منتج طلعنا فيه بصمة، البصمة دي بنسميها الكومبتيتيف ايج أو المعيار التنافسي أو الحد التنافسي. أيوة، مين صاحب الملكية الفكرية؟ إحنا بقى يعني كشركة، احنا طبعا كاشخاص اولا لان ده علمنا، لكن ده انطبق على منتج في الشركه اصبح ملك الشركه. ايوه بس فكر بقى اللي احنا دايما مقتنعين بيه، لان دايما الجهات الحكوميه بتصدره لنا ان احنا ما عندناش حقوق ملكيه فكريه، ان احنا ما عندناش الخبراء والعلماء والاطباء اللي يقدروا ان هم يبتكروا او يكون عندهم حق معرفه بالنوها وبتاع الادويه. صحيح استاذه منال، حضرتك لمستي موضوع مهم جدا جدا يعني، وان ده بيكلف مليارات، وان احنا ما نقدرش نتواكب مع هذا الحجم من الاستثمار. حضرتك لمستي مضاعفه في الاهميه، هل احنا نقدر نستطيع ام لا نستطيع؟ انا باكد لك وباكد للساده مشاهدينك الكرام، اقسم بالله العلي العظيم ان مصر تمتلك خبرات وقدرات فنيه وبشريه قادره على احداث الفرق ما لم تحدثه اي شركه عالميه.